Je suis un peu surpris qu'elle parle de recrutement sur un site en ligne. J'ai seulement l'image d'elle qui s'amuse très bien. سواء المحلية من الجهة الرياضية والمركزية.
هما زوج إمارات أمام محكمتكم في الملف الذي بينكم مختلف الثلاث الرقمية المعروفة الآن. لقد أفضى ذلك إلى ضبط خمس متهمين صاحب وكالة المتهم الأول كاتبته و سائق أغلبهم أنكر المسؤول إليه في حين نرى أن المتهم الأول قرر أحد معاملته بالمسؤول إليه ولم يجد بدلا من إنكار بدائل رقمية موجهة. جلالة الملك وفقا للقانون حكم المحكمة على أنني اعتدائي قدوميا وفي الدعوة العمومية أولا برفع جميع الدفوع الشرعية، ثانيا بإغاثة المتهمين لما يسد إليهم ومعاقبة المتهم محمد السرج المحكمة ب 15 سجنا سنة سجنا كما تصل 15 من الحبس على مبالغ يقدرها 500,000 درهم بمعاقبة المتهم الثانية نادية شنبيه لثلاث سنوات حبس الوقوف مفيد كما تصل 3 سنين موقوفة غتروح مجموعة الدروس ديالي وبمعاقبة المتهم لويج كوريون ب 10 سنوات سجنا وغرامة لا تدخل عليها الذهب وبمعاقبة المتهم مامو بسلسلة حسن موقوفة مفيد وبرفع تدابير المعقبة القضائية المتخذة في حقي المتهمين الثانية والرابعة والتحميل بهم السائر تبرعات والإجبار في الأدلة وبمصادرة السيارة ممنوع من سيد إسلانس الموافقة تحت عدد 45,860 وكذا الهواتف المقابل بجوزة وتحاسب وجهاز تسجيل دفعات لفائدة إدارة مملكة الدولة وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها الشرعيين بعد تشطيب على الأحكام المزورة وإغلاق الوكالة تعرض لكل الوكالة ديالك وإتلاف مفاتيح التخزين والعقود المجوزة الدعوة المدنية التابعة ثم المتهم الأول اللي هو محمد سراج وليش كوني التعقيد الضحايا التعويضة المدنية سبيل التضامن لكل واحد فيهم قدره 200,000 درهم ومتابعة نادية الشنبي ومامو التعقيد سبيل التضامن لفائدة المطالبين الحق المدني كل واحد فيهم تعويضة المدنية قدره 5,000 درهم لكل واحد منهم المحكمة تحمل مستعد تدعو الإجبار في الدفع